مستمعين إكسبريس اف ام. شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح. التيماتيك حاولنا نوعه فما نفس الموضوع يرجع ذاته نعود نذكر به، ولكن ركزنا اكثر بنشمارك مع السيد رفيق مع علق بديك شوية مع سيد أحمد كرم، حكينا على تاريخ القطاع ذي كيفاش تبنيه ودوره في الاقتصاد، مع سي هشام حكي أكثر على مقترحات عملية لتطوير القانون، وموضوع القانون هو كان فوكس مع سي هشام زغل، ولكن لقيناه مع ضيوف الكل، أنا متأكد بشقة حتى مع كنتي وعنا تفاصيل الدباء فهمنا احنا من الأول هنا شانجي مع تقدمة قدمنا في تحضيرنا جورني سبيسيال هذية، حاطين ركزنا موضوع الدباء ديما فما دباء في جورني سبيسيال دونك على مشكل الغوفينانسمان والقانون هذا 94 وغيره. سيماز نبدا معك، انت مناش نتصور كنت في الاستماع، فماش حاجه بابولي تقاسها تحب تضيفها بالنسبه لاهميه القطاع ذا في الاقتصاد اليوم؟ والله بون جو بونس كو الخيان زملاء قبلي دونك ايزون بارلي دو لامبورطونس دو سيكتور دونك دو ليزينغ اللي هو دونك ماهوش سيكتور جديد اليوم، هذا افيك 40 ans de pratiquement de services en faveur de l'économie nationale ou qui m'a قال حتى صباح سي احمد الكرم معناها وانه القطاع انطلق في النشاط قبل حتى ما يجي القانون المؤثر ليه اللي جاء براتيكمون 10 سنين بعد ما انطلقت اول مؤسسه معناها في النشاط. دونك اللي نحب نقولوا انه القطاع يساهم الى جانب بيان سور لونسومبل دي اوبيراتور فينانسي بانكير اوتر ميكرو فينانس وتسيتيرا في دعم الاقتصاد الوطني وفي تنشيط الاقتصاد الوطني دونك والمساهمه نتاعو بيان سور لي شيفر اون تيمواني معناها كما قال توا قبلي سي رفيق معناها لونكور اليوم دو سيكتور دو ليزينغ يفوت 3000 مليار وصل حتى 4000 مليار في كيلكو زاني اون اريير دونك قبل ما تصير كيلكو معناها الديفيكولتي بار ليكيل لو سيكتور اي باسي من براتيكمون من 2018 صارت شويه مشاكل في بعض القطاعات كيما السيكتور دو بي تي بي بار اكزومبل اللي هو كيما كومام كي ريبريزونتي كومام اون بار امبورتونت دو لاكتيفيتي دو سيكتور تعرفوا القطاع ليزينغ دونك يمول بصفه مباشره القطاع البي تي بي معناها البناء والاشغال العامه والقطاع هذا بيان سور عرف صعوبات توا صافي كيلكو زاني ونسبه معناها المساهمه في القطاع هذا تراجعت بالنسبه لونسومبل دي اوبيراتور دو ليزينغ اون اتوندون ان شاء الله لا رولونس دو سو سيكتور باسكو سي ان سيكتور كوميم استراتيجيك للبلاد واحنا بيان سور اوني على ديسبوزيسيون دي كو المؤشرات تاع القطاع تتحسن دونك والرونس دو سيكتور تصير دونك بور سوتنير سو سيكتور اللي هو سيتان سيكتور استراتيجيك فيتال بور ليكونومي ناسيونال. دونك من بعد جات بيان سور كيلكو بروبليماتيك دو كريز دو بروبليماتيك دو ليكيديتي او نيفو دو سيكتور ان سارتان مومون ا بارتير دو 2018-2019 ومن بعد جات لا كريز دو كوفيد دونك لونسومبل دي زيليمون هذوما في كو لو سيكتور شاد شويه تراجع في العوام الاخر، لكن الحمد لله ا بارتير دو 2022-2021 صار ان بو اون ستابيليزاسيون 2022 فما اون رولونس دونك دو لاكتيفيتي دو لا برودكسيون مازالت ما وصلتش للنيفو معناها نتاع العوام كيما قلنا 2017 و2018 لكن فما تحسن ملحوظ في الفينانسمون دونك دو ليكونومي ناسيونال بيان سور جو بونس كو لو فينانسمون يمثل كيما قلنا بريسك 2000 مليار السنه دونك سي ابو بري بتتر ناخذوا لي فينانسمون يمكن مثل ابري 10% من ولا اكثر شويه كان يفوت النسبه هذه من التمويلات حتى البنكيه للانفستيسمون نحكي دو فينانسمون دانفستيسمون دونك جو بونس هذا هو لي ان شاء الله لي بريفيزيون بور لي زاني بروشين ان شاء الله افيك لا ريبريز دو رونس دو لانفستيسمون ان شاء الله والاجراءات اللي باش تتاخذ في معناها دون لو كادر دو رونس دو لانفستيسمون نكونوا نحن معناها مستعدين باش نساهموا بالطريقه اللي لازم نساهموا بها في السوتيان ليكونومي ناسيونال. هو اي تفضل
مثال قولي انا الفكره عندي في مخي اي با هو معناها حبيت نقول ليسونسييل اونتر اوتر لي انفيستمون معناها لي فينانسمون تاعنا موجهين خاصه لل لا ميكرو انتربريز لا تري بوتيت انتربريز لي بروفيسيونيل احنا بيان سور تعرفوا نخدموا كان افيك لي بروفيسيونيل دونك ما نخدموش مع مع الاشخاص معناها نخدموا كان مع لي سوسيتي ولي اجون باتونتي دونك ما نمولوش الاشخاص العاديين معناها اللي برشا منهم لقاو صعوبات في التمويل معناتها ما دايوغ هذه بالله نحب نفهمها سي مواز معناتها اليوم فما برشا شركات ماهمش لاقين معناتها التمويل في القطاع البنكي توجه للليزينغ ولكن الليزينغ اغلى يقول قائل معناتها ما تقبلش غاديك تقبل هونية هل خاطر غادي معناتها خاطر توما الريسك اللي بو كالكولي معناتها بما انهم توما تو دانتيغي اعلى ممكن ما هو تو دانتيغي بتاعكم اعلى خاطر توما زبيدكم تسلفتوا الفلوس مش معناتها توما تقول اوكي نسلفك بما اني عندي ريسك كبير معكش نغلي لك مي فوالا دونك فما اللي توجهوا لكم اون فات كونت بعد ما توجهوا لكم كي غليت الفلوس عليكم هما بيدهم ما لقاوكمش مش دون سانس الخايب ماكمش قاعدين تقوموا بدوركم انت بيدك مك القاعده هذاك دو لو فات اليوم حبينا نعملوا فوكس باش نفهموا منكم ونحطوا ضغط ايجابي حتى عليكم ومش كان عليكم دايو معناتها لانه دور كبير انتم باش تلعبوه اليوم وفما مشكل في نص احنا بيان اونتوندو احنا نو سوم كيما قلنا نو سوم دي انترميديير احنا كوم اوني با ابيليتي ا كوليكتي دي ديبو احنا دون مانيير ديريكت دونك لي ريسورس نتاعنا تجي اسونسيلمون من لي دو ولا تروا سورس principalement اللي هو القطاع البنكي اللي براتيكمون يمثل ممكن فوق ال 40% من لي ريسورس نتاعنا بيان سور لي لو مارشي فينانسي دونك اترافير تو سكي اون بلان اوبليغاتير والرقاع معناها لي زيميسيون الرقاعيه اللي تصير في المارشي مارينا ديرنيامون اني باليز انا باليز وفما دوتر اوبيراتور دونك اللي هو تصير ها تصير اون بليس ابارامون والله ميرسي سي مازبار معناتها سمحني منال هو قاعد موجود معنا باهتمام قاعد يتبع وقتي بس جوست بتيت بارونتيز انتم المبلغ اللي خرجتوا عليه خديتوا اكثر دونك هاو فما ثقه في التمويل ولا خاطر اللي خديتوا به غالي لا فما ثقه وهزيناها في نهار واحد معناتها تحل في يوم وتذكر فيهم معناتها عندكم لا دي كي موجوده انا هذا سيتون سورس parmi les sources ما تعرف زاد لكن ما تكفيش ولكن زاد حتى ولو كو نتاعها زاد الي هو بيدو الي شير زاد باسكو لو كو نتاعو مربوط زاد فما اون اندكساسيون دون مانيير انديريكت بار رابور ليفولوسيون دي كو دو ريسورس دو تي ام ام لكن سي اون سورس امبورتونت احنا اليوم فوق الثلث ممكن من التمويلات نتاعنا جايه من لي زومبرون اوبليغاتير فوق الثلث جايه من لي زومبرون والبقيه من البنوك ولا فما قلت لك فوق ال 40% جايه من البنوك دونك انا اخر سيتواسيون من الرابور لا بنك سنترال ابوبري فما فوق ال 40% ممكن 44% جايه من التمويلات معناها من لي زونكور من لي زونكور اكتويل جايين من البنكات دونك 27 اللي قادوا 25 فما اون بارتي جايه من لي بايور دو فون اترونجي فما اون بارتي جايه من لي بايور دو فون اترونجي هذوكم ارخص حاجه ارخص ماهوش ارخص على خاطر هما بيدهم يزيسي دو معناها دو داندكسي الواحد نتاعهم على خاطر فما زاد لو كود كوفرتور دو ريسك دو شونج يدخل في الحسبه اللي في العوام الاخر طلع شويه مبني خاطر اون بو با بروندر دي ريسك دو تو دو شونج امبورتون في الاسبي هذا دونك اون اوبليجي دو نو كوفرير احنا سي اون اوبليغاسيون دو نو كوفرير بيان سور عند تونس ري واللي الحسبه طلعت بالكدا اون تيرم دو كوفرتور كونتوني دو ريسك معناها دو دي ديبريسيسيون الاخرانيين ما خاطر نتاع الصرف ما خاطر الصرف دونك سكي فيك سالفيك دوفيز باش ترجع الفلوس دوفيز دونك فما اوكي سي سا دونك فما بعد يقول لك فما ان كوفرتور دونك كون دوا معناها بلي تو صحيح هذا سي مواز خاطر مره نحكي مع عبد في القطاع مع مش تاع ليزينغ القطاع المالي يقول لك لا كي تحسبها ما يقلقش نورمالمون سي اكسيسيف يقول لك معناتها سي ليكسي ديزيل بريس شنو هي اكسيسيف معناتها اون فان كونت هي عمليه حسابيه مش باش تقلق نورمالمون بالنسبه للبير اترونجي معناتها يقول لك معناتها اسكو سي جوستيفي معناها اليوم سامحني سي وسيم ما فهمتش السؤال بالضبط شنو معناها انت قلت فما تو كوفرتور هذا هي بون سي تونسري مثلا انت قلت هي والا لو بايور هو احنا اون سو كوفر لا لو بايور هو باش يعطيك الفلوس اون ديفيز شنو بدلك انت اون فات كونت حتى كان طلع ولا هبط انت ما هو لو كو فينال دو كريدي دونك لو كو فينال دو كريدي فيه لي كو دو ريسورس نتاع اللي باش تاخذهم عند لي باير دو فون خاطرك تراجعها دوفيز باش تعاود تشري دو
كريدي بيان سور جاتيك ان كريدي افيك ان تو دانتيري هو فهمتني و بلوس اوكيل يفودرا اجوتي لو كود كوفرتور لو كود كوفرتور بلوس لا مارش نتاع البايور دو فون و سورتو توا لا بيريود نعرفوا اللي حتى لي كود ريسورس بالنسبه للورو اون اورو باغ اكزومبل طلعوا بالكدا دونك كانوا في 1% اي كالك توا يمشيو في 3 اي كالك بلوس لا كوفرتور دو ريسك دو شانج بلوس لا مارج دو بايور دو فون دونك هذه لا بارتي الاخرى اللي جايه من واللي توا لو كونتكست اكتويل ماهوش يلحق تري فافورابل بارابور ا سو سوجي كونتوني دو كونتكست اكتويل دو نوتاسيون ناسيونال ايتترا دونك هذا هو دونك قلت لك يقعد دونك احنا نو سوم دي انترميديير هوني جوز اسالك انت اسمح على هذا اولا هكا ببري ماناش باش ندخلوا 1% بري قديت تتسلفوا وقديت تعاودوا تسلفوا ا ببري ا موين شوف قداش نتسلفوا فما ان كو موين احنا اليوم كل واحد وعنده لو كو موين نتاعو كان بسطو حتى بامثل قول انا كي باش ناخذ 100 ناخذها هاي قداش تكلفني ال 100 مثلا تكلفني 120 وانا نعاود نسلفها ب 130 مثلا معناها احنا شوف فما لو كو موين دو ريسورس موجود معناها ان فونكسيون دو ميكس ولا دو ميكس ولا دو لا ستركتور دو ريسورس دو شاك اوبيراتور من غير ما ندخلوا فريمون في ديتاي هذا بالعكس لوش نبسط ما نحبش اعطيني اجابه تقريبيه معناتها معناها احنا شوف الاوبجيكتيف تعبي تفهم نحكي لك على الشخص اللي باش يخرج كلمه معناتها باش يفهم هو اليوم لو شوف لو تاج اليوم لو تاج توش يقول قاعد يقول الليزينغ غالي والليزينغ قاعد هو الليزينغ غالي شوف مش تو تافي غالي خاطر فما زاد بالنسبه للشركات وكذا فما دوتر اسبي دوتر افونتاج كيلفو بروندر اون كونسيديراسيون اعطوا نحكي عليهم اعطيني ابوبري هكا معادله برقم بسطوا لي هكا ان اكزومبل كي تاخذ انت 100 تخرج على السوق تستلف 100 قد تكلفك ال 100 هذيك؟ كيما نقولوا باش ترجع 100 اليوم باغ اكزومبل اذا كان ناخذوا لي زومبران الاخرانيين اوبليغاتير اللي خرجوا توا سو لو مارشي ال 100 باغ اكزومبل فا 100 ولا كيلك سو لو مونتون يتكلف اليوم انتر 10 50 ان كو ديريكت سون كونتي لي بارتي انديريكت اللي هما لي فري تاع لا بريباراسيون دو لومبران اوبليغاتير ولي فري الاخرين يتكلف اوزالونتور دو 11% يعني ال 100 ترجعها قد ايه؟ انا قلت لك تكلف 11% ببري 100 معناها تتكلف لك في قالب موين اون موين دو لورد دو 11% دونك انت بقداش بالسلفه فما دونك لا كود لا كوفرتور دو كود ريسك وفما لا كوفرتور بالسلفه بسلطه ما دخلتش حتى 16 15 ما يخلطش اليوم لو تيك معناها لو تو اكسيسيف اليوم في السيكتور اللي دو لورد دو 16% لكن احنا لو تو موين سو لو سيكتور اليوم معناها يمشي في بتاتر في 1470 1475 لكن هذا اللي باش ينجم يمكن زاد الشركات باش تنجم تخلي اون مارج كي بيرمي دو بيرينيزي لاكتيفيتي خاطر لوبجيكتيف زاد خاطر ان سارتان مومون احنا ماك تعرف عندنا اشكاليه زاد دو تو معناها او نيفو دو سيكتور سي كو اون بون بارتي دي معناها دي زومبلوا نتاعنا سون فيكس تعطي كريدي تعطي ان لويي فيكس الور كو اون بون بارتي دي نو شارج بارتي كو دو ريسورس اللي فاريابل احنا نو سيبورتون لو كود معناتها باش نبسط معناتها انتوما كي تسلف الشخص اللي بتسلف من عندكم يخلص في كراء محدد نفس انتوما عندكم حاجات باش تطلعوا تحت انا ما اخذ كريدي بونكير اليوم كي باغ اكزومبل يطلع لو تي ام ام باغ اكزومبل جو في سوبي ليزينغ فيكس خاطر لومبلوا دونك اي فيكس اون اي ان تران دو سوبير لا فاريسيون دي كود ريسورس دونك سكي في كو La marge n'est pas sécurisée d'une manière définitive. D'ailleurs, donc avec Alèche, à un certain moment, ça fait quelques années en arrière, le tag mais il est d'une manière immédiate, il est pas cette chose, le tag ou le taux excessif, le taux excessif. Je me base sur le NES, les donc avec un mètre, il tous les mois. Mais donc هذا كما يتبدل بعد 6 شهور بون اليوم il permet de d'avoir une marge sécurisante mais à certain moment on était dans une situation فما فتره جات فما فتره اللي ثم شكون تعرف اللي حتى في نيفو دو سيكتور زمين موجود فما شكون دي سوسيتي خرجوا ديفيسيتير اي خسر خرجوا ديفيسيتير وقت العباد قالوا لا صحيح خرجوا ديفيسيتير اللي طلع خرجنا خرجوا كلك بوني سؤال اخر سي معز نجم ما نجمش نسالوا لازم نسالوا كثقافه عامه قبيك سي رفيق جلسة مباشرة انت نفسك مباشرة الكلام اللي قاعد يتقال على موضوع الغوفينانسمون حتى اليوم في بعض التفاعلات معناتها في المباشر يقول لك اي برشا شركات وراهم بنوك توما يظل من الاسم ظاهر معناتها فهمت وراكم بنوك هل اليوم باش نسالك سؤال هي الكوزين انتيرن نتاعكم هل اليوم خاطرك انت دوسي اون بانك فماكش دوسي اون بانك دايو معناتها في فيليال في شركة اي معناتها اي معناتها الاكسيون برانسيبال تاعنا سي اون بانك هذا هو مي هل يعني انك انت تتسلف كان من عنده وهل يعني هو يبجل فيك
لا انا نتسلف من عند خاطر اليوم يقول لك عليه مشكل هو فينانسمون اغلبهم سي با الكا تاع خانيباليز مي اغلبهم يقول لك معناتها وراه بانك دوك قاعد يتسلف وما فماش نتسلفوا سيرتانمون من عند انا فما على الاقل ان اكتور اللي وراه بانك يقول لك انا في بعض في مش حتى بعض في عديد الحالات نلقى تو خير من بنك اخر كالبنك اللي وراه صحيح صحيح فما موجود دونك احنا نتسلفوا بيان اونتوندو نتسلفوا من عند البنك معناها نتاعنا ديزون دو لو جروب من عند الجروب بيان اونتوندو لكن ما مش كان من عند الجروب باسكو فما زاد دي اسكو سي ان ارغومون كي تيان اليوم هل العبد اللي يقول لك الكلام هذا اليوم خاطر اليوم شنو نحكيو نحكيو على الغوفينونسمون يقول لك الغوفينونسمون كان باش تعداو بالبنك المركزي علاش حاجتهم اغلبهم وراهم بنوك لا لا سي با ان ارغومون كي تيان خاطر هما بيدهم بنوك حتى المساهمين عندهم دي كونترانت اخرين دو تيرم دو 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 de participation معناها en termes de ratio réglementaire sur les parties liées etc donc mais je mouche mchiou d'une manière indéfiniment معناها في الفينانسمون كيما تحب انت فهمني donc احنا on y sommes obligés ou la preuve c'est que nous sommes en train d'emprunter auprès d'autres banques ناخذ بيدنا احنا من عند d'autres banques ومن عند ومن عند sur le marché obligataire donc كان جينا احنا uniquement نجمو معناها le financement du groupe permet de couvrir l'intégralité de nos besoins رانا ما نتسلفوش من عند بنوك اخرين ولا ما نمشوش des obligataire. Donc, موجود صحيح ناخذ une partie des besoins نتاعنا من عند البنوك لكن البنك بيدها عندها d'autres contraintes en lien avec des ratios بيدهم معناها réglementaires et autres qui fait que ما تنجمش تمول لنا l'intégralité de nos besoins. هذاك علاش ناخذوا donc من عند بنوك اخرين وناخذوا من عند donc الاشكاليه في الريفينانسمون هنا هي حكايه الكلفه. احنا l'objectif notamment في السوجيت تاع الريفينانسمون اللي جبتوا عليه c'est que اليوم خاطر البنوك Donc, les crédits qui sont accordés aux sociétés de leasing ne sont pas des crédits refinançables. Donc, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas les refinancer. Ils ne peuvent pas les refinancer. Là, il faut juste le bâton. C'est comme ça. C'est comme ça. La banque qui t'a des crédits d'investissement. Chérique d'investissement. Chérique leasing. Maintenant, je n'ai pas de l'estraque de liquidité. Je n'ai pas de elle se refinance dans la banque centrale. Maintenant, je n'ai pas de avec le support de crédit pour le refinancement. Par contre, d'accord. Donc, avec les choumas, il y a des marges élevées. معناها لي بانك بور لي فينونسمون دو سيكتور دو ليزينغ هما بيدهم اي سونت اوبليجي دابليكي دي مارج الفي على خاطر سؤال بالحق والله معناتها نعرف هو السؤال من اليوم الصباح ومن بعد باش تطرح بالحق صدقني بدون معناتها حتى خلفيه معناتها خلطت له انا بيدي كي نسمع فيكم خلطت له سؤال علاش ما تسلفوش مباشره من بنك المركز؟ والله هو هذا مانيش نحكي وني راي البنك المركزي معناتها معناتها خاطر هو هذا شوف جو بونس كو لو سوجي انت اللي يسلف فيك ما عينوش ياسر بسلفك فماش ما عينوش يخدم على روحه مي ماذا بيه يزيد يعني لك خاطر ما تساعدوش الورقه ذيك في على الطاوله نتاعو ما تجيب له حتى شيء كان بسطوة اللي قاعد انا مانيش باش نجاوب في بلاصه البنك المركزي بتاتر العشيه الواحد مي انا اش نقول بتاتر في الديماراج دو سيكتور من الاول دو لاكتيفيتي لورينتاسيون اللي كانت من الاول وانه لو سيكتور يسو فينونس ديريكتومون سو لو مارشي فينونسي دونك قعدت la tendance peut-être hadik wano le secteur imchi le secteur financier à travers des emprunts obligataires ou à travers le bonouk pour bchima ou l'activité نتاعو اليوم فما des contraintes جدد بالنسبه للبنوك وفما des éléments جدد notamment معناها des ratios réglementaires جدد تحطوا بالنسبه للبنوك etc ce qui fait que فما de nouveaux éléments اللي موجودين donc mais هذا اللي موجود en tout cas اليوم وحنا ماذا بينا اذا كان نجمو نلقاو حاجه تتعاون باش نجمو نخفضوا في الكلفه نتاع احنا لوبجيكتيف فينال هو شنو سي باش نجمو نلقاو دي ريسورس اديكو اكسبتابل باش نجمو نريبركوتيهم معناها على الحريف دونك بلو احنا اون بو افوار اكسي ا دي سورس ا دي ريسورس اكو معناها اكسبتابل بلو احنا نجمو نرجعوهم للحريف بكلفه اللي هي تكون اقل هذا هو الغايه باش ما نزيدوش خاطر ثم زاد الغلاء نتاع المعدات من شيرة اليوم اللي هي ولات parallèlement l'augmentation des coûts de financement فما زاد غلاء المعدات اللي هو دونك يولي ينجم ياثر معناها على الاستثمار والرولانس دو لانفستيسمون دونك هذا هو لوبجيكتيف سي دو بوفوار فينالمون معناها ريست معناها اكوردي ان فينانسمون ان فيني للحريف بكلفه تكون لا مواند لا بلو معناها باس بوسيبل
tout en maintenant بالنسبة للشركة زادة une marge معناها سيكوليزانت اللي تنجم تخلينا نكملوا نواصلوا النشاط نتاعنا وتمكن من ربحية معناها من ربحية معقولة خاطر دونك لوبجيكتيف فينال زادة احنا مناش نحن مؤسسات زادة معناها تلوج في ربحية معقولة وتحسن من معناها من لي زانديكاتور بيدوم دو سولفابيليتي دي انستيتيوشن دي سوسيتي دي ليزينغ اللي هما يفو دير الحق معناها باهين بالمقارنه حتى مع لي زانديكاتور دو سولفابيليتي نتاع السيكتور بانكير معناها لي برينسيبو راسيو دو سولفابيليتي دو سيكتور دو ليزينغ سان الحق باهين ويشجعوا باش نكملوا نواصلوا النشاط نتاعنا هذا بالطريقه اللي قاعدين نعملوا فيها توا ونزيدوا نحسنوا نطوروها. برشا مستمعين متفاعلين معنا نقول لهم رمضان لغو فينونسمون فما حلقه كامله حصه كامله مخصصه اليوم العشيه ماضي ثلاثه ونص يظهر لي نوعا ما انا في تو دا كيستيون فما حاجه مهمه حكينا برشا على قطاع السيارات دايوغ جورني سبيسيال باش تكون جايه ان شاء الله على قطاع السيارات فما قطاع عملنا عليه جورني سبيسيال بي تي بي قطاع الاشغال العامه هوني زاد يدخل الليزينغ لانه فما كل ماتيريال رولون خاص بالبي تي بي بالاساس ماتيريال رولون ولا فما حاجات اخرى لا مش كان ماتيريال رولون بالنسبه للسيكتور دو بي تي بي اون فينونس اسونسيلمون لي زيكيبمون معناها دو شونتيي اتسيتيرا دونك المعدات كلها المعدات كلها لي زونجان لي غرو لي كاميون فهمت دونك المعد مجموع المعدات ماهيش فما بيان سور دي كاميون موجودين معناها ان طونك ماتيريال رولون مي فما لونسومبل des engins, les tracks, les grues, etc. Donc tout le matériel nécessaire, ben n'est-ce pas le chariquette, le binet ou le travaux publics. Bon, malheureusement, comme je disais, le secteur du BTP connaît depuis quelques années que, quelques difficultés aujourd'hui. ودونك والمساهمه في نتاعنا في القطاع هذا بيان سور تراجعت دو مانيير امبورطونت على خاطر زاد اون ايو كلكو بوكو ديفيكولتي في الريكوبيراسيون دي كينونس نتاعنا معناها في القروض اللي تعطات للشركات هذه وهو سي توت اون شان معناها انه خلاص الاشغال هذه نتاع اللي تقوم بها الشركات هذه تعثر شويه ولا تعطل دونك هما بيدهم ما كانوش قادرين على سداد معناها المستحقات الكريدي نتاعهم دونك صار تعثر في السيكتور دونك مالوريزمون فما زاد برشا شركات صغرى ومتوسطه اللي يعرفوا معناها ميم qui ont été pratiquement qui sont plus en activité suite les difficultés financières donc on a bien sûr on a essayé de récupérer une partie de ce matériel de récupérer nos créances mais le secteur c'est un secteur important je pense où on aura toujours besoin de chariquettes les sociétés de travaux publics l'infrastructure rénovation de l'infrastructure structure نتاعنا والرنفورسمون دلا فراستركتور نتاعنا روتيير بورتوير اتسيتيرا واحنا بيان سور دي كو الوضعيه شويه تتحسن ان شاء الله ونشوفوا المؤشرات نتاع التحسن تعافي القطاع باش نكونوا بيان سور موجودين في المساهمه في احنا رولونس دو سو سيكتور استراتيجيك اللي هو لو سيكتور دو بي تي بي واضح قطاع اليوم قطاع استراتيجي وهذا اقل ما نجم نقولوا عم ناول معناتها سلطنا عليه الضوء وباش نعاودوا السنه هذا في 2023 على القطاع هذا بوفار لو بوان قعدوا عديد المسائل ما تحبين نعرفوا كان طور نعرفوا موضوع الديون ووقتها كان فما تدخل من المسؤولين اون طون ريال وقت جورني سبيسيال باش يحاولوا يلقاو حل للمشكله هذيا في الختام ختام برنامج اكسبريسو احنا جورني سبيسيال سيدي احمد كرم بحل الجورني سبيسيال كلها ولكن ايضا برنامج اكسبريسو كان راه يتكلم انت خير يتكلم في برنامج اكسبريسو كان نعطيك لا لوغ دو تاش بين ذا فري باش نعملوا الخلاصه انت سمعت زملائك قبليك يتكلموا تعرف شو المشهد الخلاصه لي ريكومونداسيون كان صح التعبير باش احنا في اخر النهار نلموا هالحصيله هذه والله بون الخلاصة معناها سيكو السيكتور هذا يساهم بصفة فعالة وبصفة مهمة في تمويل
الاقتصاد التونسي وخاصة في تمويل ال 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 تي بي ام او جو ديري لا تي بي ام او اونتر اوتر واكسيسوارمون حتى الشركات الكبرى اي نوتامون لا تي بي ام او للفلاحين الصغار معناها لي زارتيزان لونسومبل دي سيكتور اللوجيستيك لو ترونسبور ايتترا الاندستري نساهموا في جميع القطاعات والمساهمة دونك معناها مهمة وإلى جانب بيان سور معناها هي لي كومبليمونتير اسكو لو برينسيبال معناها سيكتور بانك اسكو لو سيكتور بانكير في بور لو فيكون بور لو فينانسمون معناها دو ناسيونال دونك مي اون اي كومبليمونتير دايور فما حتى دي سينرجي انتر سوسيتي دي ليزينغ و لو سيكتور بانكير بور كوفرير لي بيزوان جلوبو دو كليون معناها الكليون الحريف عنده معناها دي بيزوان متفرقين معناها ديزون مختلفين وال la participation interne vient donc en complément de bien sûr de ce que fait le secteur bancaire manège en concurrence on ne sert donc bsif مهمة في التنشيط الاقتصاد وان شاء الله نتمكنوا من معناها من مواصلة العمل هذا باش ندعموا المؤسسات الصغرى والمؤسسات الصغرى والمؤسسات الصغيرة في تطوير نشاطها وفي تحسين معناها خدماتها بصفة عامة. شكرا لك السيد معز الترزي مدير عام التجاري ليزينغ على حضورك معنا اليوم الصباح. شكرا لك. صغار وين نخرج هكا ندخل انجينيرال في ليميسيون برشا اسئله انجينيرال نخرج باجوبه مجدمه لمحال فوديغ مي هوني صغير باش نخرج ما عنديش الأجوبة ما اليوم خرجت ما عندي أسئلة أخرى معناتها خرجت حاية معناتها فهمت أنا بدي وليت نستنى أنا متشوق بدي باش أسمع الدباب بعد لأنه فهمت ولا نير دو لاغير الموضوع هذا موضوع أونتر أوتر شكرا 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 أونتر أوتر كان فما حاجة أخرى مهمة بخلافه خلينا نزيد نعمل الريكاب تاع الريكاب لك هو جو بونس كون في أن بو لو تور دونك لا قلت أونتر أوتر على الغوبيناسيون كيفاه دونك إلى جانب معناها تطوير كما جبدوا له خيان تطوير التشريعات والفتح معناها دي بيرسبكتيف اخرين بوتيت بور لاكتيفيتي دو نوفو برودوي نوتامون اونتر اوتر التشجيعات تجاعات لا بون نحكي معناها لو كادر ريغلومونتير لا بارتي ال ال دي ايتترا هذا هو الايجار هذايا المدى الطويل فوالا شكرا لك ميرسي يعطيك الصحة بارك الله فيكم ميرسي وقعدوا معنا مستمعين احنا هكا وصلنا لنهاية حلقتكم الاكسبريسو لكن جورني سبيسيال مازالت متواصلة في الشارع التونسي بعد شوية كما قلت لكم باش يكون الخط مفتوح ليكم باش تتصلوا تتفاعلوا مع الزاكتور دو ليزينغ في المباشر وقعدوا معنا على موجات اكسبريس اف ام مازلنا مواصلين نهاركم مبروك ربي يحمي بلادنا ان شاء الله